عباية جديدة دائما، اختاري شامبو العباية بيرسيل. مشاهدينا، بعد أن تعرفنا في الأسبوع الماضي على التحدي الأول لتصميم العبايات والذي كان عن الثقافات، اليوم راح نشوف التصميم الجديد والتحدي الثاني للمتسابقات. هذه المرة راح يكون عن التراث الخليجي. اليوم المتسابقات الثماني سيعرضن تصاميمهن الجديدة لهذا الأسبوع. وفي نهاية الفقرة أي إن شاء الله بعد الأخبار في الساعة الثانية من برنامجنا سنعلن نتائج التصويت عن خروج اثنتين من المسابقة، وهما المتسابقتان اللتان حظيتا على أقل نسبة من التصويت طبعا، ولكن لا يعني انهم مبدعات اكيد. نتمنى الحظ للجميع، وراح نرحب في البدايه مع المصممه الاماراتيه امل مراد. وصباح الخير. صباح النور يا لجين. يعطيك العافيه، واكيد انك تعبتي طول الاسبوع مع المشتركات. والله البنات روحهم مجتهدات وحريصين على شغلهم بعد، واوجه لكم بعد تحيه الاستاذ محمد سبحان يعطي العافيه بسبب سفاره مو متواجد معانا، بس يوجه التحيه ويعني ويتمنى للبنات ان شاء الله كل خير اليوم ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق للجميع، احنا بدورنا ايضا نوجه له تحيه ويرجع بالسلامه. راح نبدا مع اول مشتركه اليوم وفاء من الامارات ونشوف عبايه وفاء. وفاء صباح الخير. يعطيك العافيه. الله يعافيك. تكلمينا اكثر عن تصميمك لليوم. تصميمي استوحيته من الزي التراثي الاماراتي القديم. هو عباره عن قطعتين. دخلت فيه يعني حبيت اني ادخل فيه ابرز فيه علم الوان العلم الاماراتي، لانه يمكن كمان لا علاقه باللون المستخدم في الازياء القديمه اللي هو اللون الاحمر الاخضر الفضي، طبعا هو الابيض. حلو. دخلت عليه كمان اللون الذهبي، لانه كمان كان دارج كثير استخدام الذهبي، وكمان يوحي بالثراء والحمد لله الخير. هو عبارة عن قطعتين في قصة من الخلف، إذا ممكن تشوفونها. حبيت أدخل الشيفون لرقته، يعني لأنه يحاكي يمكن طبيعة المرأة، والقطعتين أحس أنها كمان تعطي المرأة شوية ثقة بالنفس، يعني راحة في حلو يا الهيئة. شكرا لك، نتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. يعطيك الف عافيه على التصميم. ايضا راح يكون معنا فاطمه من العراق، هي المشتركه الثانيه لهذه المرحله. وتتفضل فاطمه معنا. وين فاطمه؟ لا دخلت خلاص. صباح الخير فاطمه. صباح الخير. يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. المره اللي فاتت كان في ساعه في النخل، اليوم في نجوم. تحدثينا اكثر عن مثل ما تعرفون انه طلبوا منا هالمره الحكام عبايه تراث عن تراث الخليج. انا اخترت تراث الامارات اللي هو كان في السابق صيد الاسماك والبحث جمع اللؤلؤ. فمثل ما تشوفون انا سويت الاكمام على شكل شبكه الصياد، حطيت بعض اللؤلؤ المتناثر عليها. تشوفون نجمة البحر والقطرات الماء والأسماك، يعني كلها يدور على البحر. حلو. وحبيت أدمج هالأفكار كلها بالعباية. جميل. وأيضا تنفع عباية سهرة، فإن شاء الله تعجبكم. وشكرا. إن شاء الله. شكرا فاطمة، كل التوفيق إن شاء الله. راح نشوف أول شيء قبل ما نروح للمشتركة الثالثة والرابعة مشاهدينا، راح نشوف التقرير التالي هو مراحل تصميم التحدي الثاني، ومثل ما ذكرنا موضوعه كان التراث الخليجي.
اكيد واضح انه بذلتوا مجهود عالي كثير، يعطيكم العافيه. راح نستكمل ايضا المشتركه الثالثه والرابعه، راح يكون معنا شذا من فلسطين ونشوف تصميم شذا اللي راح تحضر معنا الان بالاستديو. وصباح الخير شذا، يعطيك العافيه. الله يعافيكي. تحدثينا عن تصميمك لليوم، هو من التراث؟ عباتي طبعا مستوحاه من التراث الخليجي. هو الفريبة على ثوب النش الإماراتي، أنا ما تعودنا عليه قطعتين، خليته في قطعة واحدة، واستخدمت في تطريز خيوط الزري الذهبية والفضية اللي هي طبعا أكثر شيء في التراث يعني كان استخدم، وأضفت عليها قطع إكسسوارات تراثية يعني مجوهرات تبرز جمال العباء أكثر. حلو، إذا شكرا شذا وكل التوفيق إن شاء الله. نستقبل الآن المشتركة الرابعة وهي سهير من السودان، نشوف تصميم سهير يلي راح تكون المشتركة الأخيرة معنا في فقرة الآن، ومثل ما ذكرنا المشتركات الأربعة راح يكون إن شاء الله بعد نشرة الأخبار. وصباح الخير سهير. أهلين، صباح النور. تحدثينا عن تصميمك، كيف استحيتي؟ تصميم طبعا اقتبس من الثقافة الخليجية، هي عبارة عن قطعتين، استخدمت الخيط الفضي مع بعض الأحجار البلو، فإن شاء الله بستعجب المشاهدين. حلو، شكرا شكرا سهير، يعطيك العافية. إذا عودة إلى المصممة أيضا لجنة التحكيم سيدة أمل مراد. أمل، إذا تخبرينا عن رأيك في التصاميم الأربعة اللي مروا معنا الآن. كانت معنا أول وحدة كانت وفاء من الإمارات. أعتقد فكرتها جت الثوب الإماراتي، يعني كان تيبكال الثوب الإماراتي، بس استخدمت بطريقة الحزام بالذات النقوش اللي استخدمتها، التطريز اللي استخدمها مستوحاة أكثر من التراث الإماراتي. وفقت أعتقد في استخدام التطريز والألوان، وحتى قصة العباية، يعني أنا لما أشوف العباية أعرف أنها العباية مستوحاة من التراث الإماراتي. حلو. فحتى استخدام اللون الأخضر والأحمر ايضا والذهبي بالذات دليل انه هو شيء تراثي قديم. حلو، فتصميم موفق ان شاء الله. عندنا كانت بعدين فاطمه ارد اقول يعني فاطمه على فكره ما في هي ترضى اني اعلن عمرها، بس فاطمه عمرها 19 سنه. واعتقد يعني مثل ما تقولين خام اوكي ولها مستقبل ان شاء الله. هي حلو ان العبايه بت فكره شبكه الصياد ونثرت فيه حبات اللولو وتطريز معين من التحت بالستار فيش والسمك الصغار. كتصميم جدا رائع، شوي كان بعيد انه يكون تراثي، بس كتصميم جدا رائع والوحده في عمرها، فاتوقع عليها مستقبل يعني زاهر ان شاء الله. وبس اقولها فاطمه مره ثانيه شوي يكون اقرب لموضوع التصميم ان شاء الله. عندنا بعدين كانت شذا من فلسطين، شذا استخدمت في تطريز اللون الذهبي والفضي، والذهبي هو اكثر نقدر نقول عنه اكثر، هو يدل على الثقافه الخليجي او سوري التراث الخليجي. كقصه اوكي فيها كانت شوي من قصه الاكمام بالذات، نقول ثوب النشر الخليجي والنقوش. تصميم موفق ان شاء الله الى حد ما. عندنا سهير من السودان، كتصميم تصميم مميز وحلو، حتى طريقه توزيع يعني الالوان والتطريز نفسه على اطراف الشيفون كان تصميم متميز، بس استخدامها اللون الفضي والازرق شوي طلعها ان تكون نفس الشيء عن موضوع التراث الخليجي. التراث الخليجي نعم. اللي هو اكثر يستخدم اللون الذهبي والتطريز اللي نقدر نسميه غرزه السلسله تكون اكثر بارزه فيها. ذكرتيني بايام المدرسه لما قلتي غرزه السلسله. شكرا لك امل مراد، راح نرجع لك اكيد مع المتسابقات الاربع بعد نشره الاخبار، يعطيك العافيه. الله يسلمك. عبايه جديده دائما، اختاري شامبو العبايه بيرسيل. تابعوا صوت لأروع عباية، المشتركات راح تعرض تصاميمهم كل يوم اثنين على مدار 8 أسابيع عبر برنامجكم دايما صباح الخير يا عرب. صوتوا واختاروا مين تكون الرابحة في مسابقة أروع عباية يوميا وحتى 28 من شهر يونيو على الموقع التالي mbc.net/عباية.